ما هي الرسالة الآن التي وصلت إلى غزة؟ يعني اليوم أهالي غزة كيف ينظرون إلى محور المقاومة في كل أنحاء الشرق الأوسط؟ يعني أولا دعني أقول قضية أساسية، رغم أن هذا لا أحب أن أتحدث به، لكن للحق يقال. نعم. لأول مرة على مدار التاريخ منذ 1400 عام، المرجعية الدينية الجعفرية على الطريقة الجعفرية، الشيعة تصلي لقائد سني موجود، هذا لم يحصل له مثيل نهائيا، وبالتالي تكسرت هذه الحواجز نهائيا وأعطت انطباع مهيب. نتكلم عن 3 ملايين حضروا بجنازة مهيبة، لم يحظى أي قائد على هذا المستوى الفلسطيني أتكلم كويس بهذا. ثانيا انتقل اليوم إلى الدوحة، وهنا على الطريقة الحنبلية أيضا كل عواصم العالم أقاموا صلاة الغائب بمجمل كل الملايين العالم الموجودة، سواء محليا أم إقليميا أم عربيا أم دوليا، وبالتالي هنا أعطى النفس.